تشعر بقيمة هاي الحياة. أما الخطوة الثالثة، صح الهمة، صح العلاقة، اشعر صباح الخير، يسعد لي صباحكم. قيادة المرأة للسيارة اشتغلت مزبوط، بس اليوم الصبح وأنا لليوم ما سئل ترف، بس اليوم الصبح إجاني كومنت ورسائل ومن جد على السوشال ضارب إنه أنت بدك حريتك يا الحرمة، يا أنت يا السعودية بدك حريتك. طيب يعني الحرية هي بقيادة المرأة للسيارة؟ هذا ما بيصير وهذا مو كلام صراحة. أوكي طيب يلا امشوا معي. اول شيء كل هاللي عم بيسوقوا لا تنسوا حزام الامان. أميزي. انا صار لي اكثر كثير بسوق. اوكي انا صار لي كثير بسوق، مو اجت هلا انه انا لانه فتحت بالسعوديه رح ابلش سوق. اوكي المهم انا اليوم بلشت سوق بالسعوديه، اليوم اول يوم بطلع بالسياره على فكره، وصار له تقريبا اكثر من شهر يعني قالوا انه الحريم تسوق، بس انا ماني كثير مضطره يعني اني والله اطلع سوق ولا يعني اخر همي، بس مش تحسبوا انه حريه الحرمه هي بقياده السياره. يا عمي انتوا وين عايشين؟ على كل الاحوال انا كثير بحبكم وبحترم ال صباح الخير للجميع، بحترم كل، وهلأ ابتدى مشوارنا وأنا معكم، وكل يوم يسعد لي قلبكم هذا البحر وهي الحمرة، وكل أنا بحيي كل واحدة، كل صبية حلوة رائعة عم بتسوق بالسعودية، ولا يهمك أي شخص سلبي يقلك أنتي طلبتي حريتك، وقيادة المرأة للسيارة هي الحرية نفسها. لا يا حبيبتي هي مو حرية، بالعكس انت ما عندك سواق، انت زوجك متوفي، انت أرملة، انت مطلقة، انت ما عندك مين يخدمك، انت أدرانة انك تطلعي تعملي أشغالك وأعمالك بنفسك، ما تحتاجي أي أحد. أوكي على كل الأحوال اي شخص فيكم بده يسوق تعلموا قياده المراه للسياره، تعلموا اخلاق القياده. انا بتمنى لكم التوفيق، انا بحبكم كثير، واكيد انا ما عم صور مشان تعرفوا، انا عم بس حبيت اوصلكم رساله انه لا احد سلبي يحطمكم، خذوا الشهاده بقوتكم بثقافه، تعلموا كل صور المرور، الطرق، كيف تمشي على اليمين، كيف تمشي على اليسار، تعلموها كلها، وبإذن الله تعالى لح تكونوا أجمل سواقين بالعالم. أوكي ولا يهمكم إنكم حدا حيخوفكم، انتبهوا ما تخافوا من حدا، بالعكس هلأ الشباب حيبعدوا عنكم سفر سنة، حيبعدوا عنكم لا تخافوا منهم، وسوقوا وباي. سيادقة المرأة هي أوكي، هي حلوة للنسوان، ما بتحتاج تاكسيات. أوكي صح؟ ما بتحتاج تاكسيات صح؟ طيب أوكي يعني أنت شو رأيك، شلون حاسة إنه ماما لما بتسوق، شو أنت حاسة؟ هيك حلو هيك شيء جديد يعني هيك يا سلام. بس انتي متعوده ماما تسوق برا لما نسافر دائما انا اسوق. ايه بس صار لك من زمان ما سقتي فهذا يوم حلو لك. طيب مو شرط يعني انه السعوديه سوق هنا ولا هنا عادي. طيب ايها الزوج الحبيب، ما رايك بقياده المراه للسياره؟ والله راحه بصراحه. راحه لإلك؟ راحه على الاخر. شغل الجوال واقعد اكمل شغلي. ياها يعني حتى شغل بقلب السياره معناته انا ما حسوق على فكره. ترى انا اليوم طلعت سوق هيك بس مشان شفتوا سمعتوا بدي اكمل شغل بالسياره. ما اتفقنا. ريماس شو رايك بقياده المراه للسياره؟ حلوه. عجبتك؟ بكره لما تكبري حابه تسوقي؟ تمام. وها
وهلا بعتهم يصرفوا لي فلوس لاني بدي اعبي بنزين. طبعا انا بحب انه يخليهم يعتمدوا على نفسهم، يحبوا هن يصرفوا. ان شاء الله باذن الله من هذا العمر انا بدي اعلمهم يكونوا مسؤولين على نفسهم تماما، واي ام واب بيقدروا يخلوا اولادهم هيك. برافو برافو. وهلا بدنا نعبي بنزين، شو رايكم؟ يلا حنقرب ونشوف كيف عبي فول. ها اوكي نسينا نصور ماما. انا ما بدي صور لكم السيارات اللي عم بتطالعني، وفي هيك يعني بعض الناس ما شاء الله رائعين عم بيطالعوك بطريقة يعني هيك كأنه مش عاجبهم الوضع. خليكي قوية، ما يهمك اي نظرات العالم، انت خليكي بسواقتك وامشي وبس. اوكي كم يا محمد؟ 66. كم؟ 66. طيب كويس، تفضل يلا. عبيت فول يا محمد؟ فول. الله يديك العافية. هات فلوسي. Thank you. وأخيرا وليس آخرا، دائما أنا معكم على الخير بإذن الله وعلى الحياة الإيجابية. كونوا إيجابيين ويلي بتقدروا عليه. مو والله بس أنا بدي حط براسي شغلة غصب الناس وغصب العالم أنا بدي أعمله، لا، أنت قدراني أنك تسوقي، ما عندك حدا يخدمك، روحي طلعي، ما يهمك أحد، ما في شيء لا دينا ولا شرعا. وأنا دائما بحب كون إنسانة إيجابية مع كل اللي معي الإيجابيين الرائعين. بحبكم كتير وباي. وبهيك خلصنا ورجعنا البيت. حلوة الروحة ماما؟ كتير حلوة. عجبتك كتير؟ ايه بالذات لأنه ماما سائقة اليوم وجربت السواقة. جربت السواقة بالسعودية.